بتحتار لما تروح على البنك مين من الموظفين لازم يساعدك، موظف الصندوق المعروف بالتيلر أو موظف الخدمات الشخصية المعروف بالبيرسونال بانكر. حتى تعرف الجواب لازم تعرف كل واحد منهم شو بيعمل. فالتيلر مثلاً بيساعدك بكل أمورك يلي بتتعلق بالصندوق ومنها، إيداع المصاري وسحبها من حسابك، تحويل أموال بين حساباتك ومن حسابك لحساب تاني، دفع سنداتك ومستحقاتك، دفع الميكانيك والضرائب المفروضة من الدولة. أما البيرسونال بانكر فهو الشخص يلي بيساعدك إذا بدك تقدم طلب للحصول على منتج أو خدمة معينة من البنك، مثل بطاقة الائتمان أو القرض، وهو كمان بيقدم لك خدمات استشارية بتسهل لك اختيار المنتج يلي بيناسبك وبيوجهك لتكون مؤهل للحصول على هالمنتج، وبيشرح لك ميزاته وكلفته، وبيكون مرجعك لحتى تلاحق ملفك وتعرف كل شي بيتعلق فيه، وين صار، شو ناقص، اجت الموافقة، ما اجت. هلأ بس تروح على البنك توجه دغري لعند الموظف المناسب وما تخسر وقت ناطر الموظف الغلط.